نلار ارندك نلار ماذا تعلمنا اي نهايه الوحده السادسه في كتاب اسطنبول اصدقائي سيكون نهايه الكتاب هذا الدرس ايت اركضاشلار بير اشتدكي بوشتكلار ويقوم تمام لايالام لنكمل اي لنملا بشكل مناسب الفراغات التي في الاسفل يعني yani نمر الفراغات التي في الاسفل بشكل مناسب كنا اخذنا يعني ضمن الوحده قواعد بير ايش اوفيس تشالشيورز هنا يجب ان ندقق اولا نعمل من يعمل فيجب ان اضع للمضاف اليه ماذا اصدقائي حاولوا تحلوا ايضا نعمل قال ستصبح طبعا اشم اوفيس اند تشالشيورز هنا قلت اشم اوفيس اند تشالشيورز صارت زوجي في مكتب نعمله طبعا الجملة هون ناقصة لازم شو نحط إشي من إشي من أوفيسن دا نعمل بمكتب زوجي لو كنت أنا حابب قول نعمل في مكتب زوجها إيشي بصير طبعا كانت حطينا إيشي وبعدين نن بصل هون يعني طبعا عملناها نحن حسب Yani ne amelü? Fî mektâb zavcilû. Hatet eşinin, biçir onun eşinin. Yani fî mektâb zavcîhâ. Ne Evet. Deniz, bebek, bakıyorum. Kelime bakıyorum, hiye bi' mana anzuru. Velâkin hûnâ a'tenî. A'tenî. Bitişi bi' mânâ urabbi ve a'tenî yani. Bakıyorum. Bebek, deniz. Evet. Mudaf ile huna. Yani isim tamlaması var arkadaşlar burada. إذا انتبهنا حطينا دينيزين بيبيك لازم نصير دينيزين بيبي الكيب تقلب غي هون يعني مشقة بتقلب دينيزين بيبي طبعا قلت بكيورم يعني انظروا أي أعتني طبعا فيجب أن تصبح إلى إلى بيبي إلى طفل دينيز يعني تترجم بتصير كمان بي طفلها أعتني يعني عم طلع عم ربي ولد لدينيز اسم دنيز هو طبعا يعني بحر وصير اسم بنت واسم شاب ايضا بيكي arkadaşlar 3 diyoruz korkuyorum korkuyorum akhafu قال فيجب ان يكون أركضش كبك korkuyorum evet. كيف يجب ان يكون هنا طبعا الجمله هون مو محدده قلت اخاف اذا قلت أم بتصير صديقي اصدقائي, أصدقائي. نحط ملكية أركادش 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 إن بتصير صديقك أونون أركادش بتصير أركادش نمسحها بتصير صديقه أركادش النص صديقنا أركادش صديقكم أركادش لر صديقهم أصدقائي هون طبعا هي من خطوة مهمة للغاية يعني أنت اللي بتحدد الملكية ومن ثم المضاف إليه فأنا راح أختار أخاف من صديقك. صديقك. والكبك. كلب. كلب صديقك، أركادشن صارت صديقك، والكوبيك كلب، كوبي إذا بدنا نقولوا كلب صديقك لنملك أول شي، أركادشن كوبي، طبعاً هون صارت أخاف كلب صديقك، الجملة ما بتصير, بتصير. من بدها تصير، فأركادشن بنرد بنحط هون إن هي صارت مضافة إليه، إذا نسيتوا تطلعوا مرة كمان يعني مرة ثانية. (اركادشن صديقك) (اركادشنون كوبي) صارت مضاف إليه كلب صديقك لو بدون هاي الأن صارت كلب وصديقك يعني ما مفهومة هاي اللي ملكية هاي لهاي فـ (اركادشنون كوبي) يعني أخاف كلب صديقك لا ما بتصير فإذا يجب أن نضع ننن من كلب صديقك لا تنسوا لو قلت أخاف من كلب صديقي لكانت أصبحت أركدشم هون حطيت ما أركدشم من كبين دان. بتصير هون أخاف من كلب صديقي لو كنت حاطه أركدشم إن لكانت صارت من كلب صديقك سنين أركداشن أو أنون أركدشم عفوا بزيم أركدشم زن بتصير سيزين أركدشم زن طبعا بعد الملكية هاي بنحط هون دائما إن Evet. وقال أخاف يجب أن نقول من كلب فهذه جمل مهمة للغاية evet. يعني إذا بعد المضاف إليه شو بيجي؟ بيجي ملكية. شن بدي أعمل دارت تشوك جزال قال نهاية الجملة مهم جدا تشوك جزال أقز ذلك البنت أو تلك البنت تلك البنت أيقابل حذاء موديل آه الموديل يعني طبعا هون قز اسم أياكابو اسم والموديل اسم ففي عنا هون في عنا هون زينجر لما اسم سيم ثلاث أسماء أنا عامل هاي القائمة الثلاث أسماء بتختلف عن الإسمين هدول شو بنعمل؟ أوكزن أوكزن او كزن أياكابو او أياكابوص هلا لهون مهم لهون هيك مهم شو صارت اه يعني حذاء تلك البنت ايضا يوجد هون شو فهون طبعا هون احنا عندنا بنعمل بيجينا ثلاث اسماء شو بنوقف نعمل اول اسمين ونوقف كزن اياك بس. طبعا فينا نحط او بو اللي هو هي مو مهمه كثير كقاعده هون المهم جدا كزن اياك بس شو صارت حذاء البنت وقال هون موديل طب ضل الاسم هذا لحاله شو لازم اعمل هاي بنساها اصدقائي خلاص خلصت من هاي فضل اسمين موديل موديل الحذاء فيجب ان تصبح ايضا مضاف اليه جديد هون فيجب ان نضع كزن اياكابس نن اياكابس عفوا اياكابس هيك بعد الس شو بنحط نن كزن اياكابس نن موديلي تمام كزن اياكابس موديلي غلط بدون النن لانه في ثلاث اسماء شوك evet. جميل جدا موديل حذاء البنت فاذا المضاف اليه كنا تكلمنا عنه كثيرا يعني أكبر مشكلة فيجب أن إذا بصير ثلاث أسماء بتتبعوا هاي الخطة أصدقائي أفيت. يعني برجع بعيد بتحط المضاف إليه أول اسمين كالعادة وإذا في الثالث بتزيد لون وبتكمل لهون أت وإذا في من كمان بتصير من بجلة واحد شوك يارن يارن كاردش اوكل جديورم طبعا هون المهم جديورم ازهبو إيه... غدا اخ مدرسة فاذا اردت ان اقول كاردشيم Kardeşim... بدل الام حطم كاردشيم هون و اضعها كاردشيم جبتها هيك حطيتها هون Kardeşim... كاردشيم وحطينا هون اوكلو كاردشيم اوكلو ناقصة هون, هون. فلازم فجب... أحط بعد الملكية الإن كارديش من أوكولو جديورم قال أذهب مدرسة أخي فأيضا هون في نقص إذا نتذكر بعد الاسم الثاني اللي مثلا أول اسم كارديش تاني اسم مدرسة بيجي شو أكولو بيجي هون إلى لازم أحط حرف نون وإلى كارديش من أوكولونا نا جديورم أصدقائي كارديش من أوكولونا نا جديورم ألت ستة Onlar home, otobüs, hafile yani bas. İki saat sonra geliyor. Yeti ba'de sa'atayn. Lazım nkul hon. Yeti ba'de sa'atayn. Te'ti hafiletuhum. Bici bas hon yani ba'de sa'atayn. Şu munhut onların. Mehek onların otobüsü. Şu sar bas Yani hafiletuhum. Elleti serhe bunu. Te'ti sa'atayn. اتر كداشلر يدي او اف وار، يوجد مسبح بيت ذاك طبعا هون الآ بدا مضاف اليه ايضا يجب ان نقول يوجد مسبح ببيته شو بتصير الآ بجي هنون لان يعني ضمير او ما في غيره فبيجي او ويوجد اف إفي صارت بيته او نون ايفي شو بنعمل هون عنده في بيته صارت onun evinde ما بصير نحط onun evinde havuz var اذا يوجد مسبح ببيته انا عم بفصلهم هيك عن بعضهم عشان تردوا ترجعوا وتتذكروا كل شيء 8 çocuklar hiç kitap yok ee, الاولاد او الاطفال كتب ابدا لا يوجد <applause> لازم ان يجب ان نقول يجب ان نقول وضعنا تشوجوكلارن دخلت الهيتش بين الكتاب يعني هي بالعادة بتصير تصير تشوجوكلارن البي بتقلب بي لأنه راح تصير مضاف كتابه هيك أصدقائي هيك بتروح البي هذا الحرف نحط فوقه هون كتابه دخل بيناتها هيْجْ فإذا بيمكن يدخل صفات بين الاسمين أو ما شابه هي بهمنا هون مرتبطين لبعضهم يعني مو ضروري المضاف إليه يجوا ورا بعض شوشوكلارين هيش كتاب يوك لا يوجد أبدا كتب تصير أبدا كتب للطلاب إت 9 مسا إستنا لاروار ماذا أو ما هي الأشياء التي توجد فوق الطاولة ستكون الجملة مسا نن إستو شوفوا المسا منتهي بصوتي فبدل ما نضع الـ اون وضعنا نن ليش لانه منتهي المصا الطاولة كلمة طاولة بال بالآ آه أي بصوتي فحطينا مصنن الأُسُت هو الفوق فوق يعني فبتصير أُسُت صارت فوق الطاولة قال ماذا يوجد فوق الطاولة ما حطينا فيه لازم على التركي نضع مصنن استند منقول يعني بتطلع غلط مصنن استندنا لأ ماذا يوجد على الطاولة إذا على الطاولة فالعلى هون إجت الدا على ايه يا أشتر سمراء ساعة ينمي. هل الجديد ساعة سمراء؟ فاذا ستصبح الجملة ساعة سمراء هل جديدة وقفوا الفيديو وحاولوا تكتبوا كما عبينا هنا. ملأنا طبعا اسم سمراء ينتهي بصوتي فلانه انتهى بصوتي يا أصدقائي شو لازم نعمل؟ وطبعا هو اسم لازم نفصل فورا إذا اسم. شو بنحط هون سمراء شوفوا اذا ما بتحطوا هاي بتصير غلط سمران شوفوا هون سقط منتهي بصير سقطي التاء ما بتقلب دي هون لانه الكلمه اصلا هاي عربيه الاصل هل جديدة؟ يعني ساعة سمراء هل يعني ساعة سمراء جديدة شيء؟ هل ساعة سمراء جديدة؟ أبد. شو بدي أركض أشلار؟ أشهد كي the key تمام لنكمل الفراغات التي في الأسفل هنا بالدكي شو كانت الدكي لنتذكر الضع يعني في والدكي الذي ولت... الذي في والتي في بتصير الكي الذي والضاء فيه بتصير وعلى وعند أو مع يعني فإذا هيك لحظة لازم تصير بينيم تشانتام كتاب تشوكي الجنج تشانتام شو لازم تصير شانتام دكي يعني Benim çantamdaki kitaplar çok ilginç. El kutub allati fi haqibati jadida. Afwan garibe jiddan. Çok ilginç. Garibe, acib yani. Evet arkadaşlar, hon iki Berna'nın okulu. Şufu keman fi mudaf eh, -ma Berna'nın okulu Merter'de. Merter mantıka of İstanbul. Kal medresetu Berna fi fi, Merter. Aynur'un Fatih'te. لازم نحط هون شو كان حط الدكي والدكي او الكي فينا نقول اينورون كي طبعا هون بدل ما اقول اينورون اوكولو باختصرا بالكي كانت الكي بتختصر يعني و يعني مدرسه اينور في فاتي اي اللي عند اينور قصده المدرسه يعني هنا اختصرت يعني بدل ما اقول اينورون اوكولو قلت اينورون كي بكذا قدر يا في فاتي في منطقه فاتح برنا مدرستها في مرتر وآينور والتي لآينور أي مدرسة آينور في فاتح بقدر بوجن درس جيليورم قال اليوم أتي إلى الدرس بوجن درس جيليورم هل اليوم هي ستصبح الجملة سأتي للدرس الذي سيكون اليوم يعني بدي أجي لدرس اليوم اللي راح يكون اليوم شو بنقول بوجن فقط يعني اذا ما نقول بوغونكي هون تجي تختلف يعني عدوا اعتبروا مثل الشواز يعني البوغونكو والدونكو مثلا اللي كان مبارح كمان منقلب الكي والباقي كله كي يعني هي الكي قلبت كو هون فقط الدونكو بوغونكو ايه قال سأتي الى درس الذي سيكون اليوم يعني راح اجي لدرس اليوم دارت بان احمد بان كتاب احمدين فاذا هون اه انا كتاب لأحمد هون فيه ستصبح بندكي كتاب أحمد الكتاب الذي عندي بندكي اللي عندي شو كانت سندكي اللي عندك أوندكي اللي عنده بيزدكي الذي عندنا سيزدكي الذي عندكم أونلاردكي الذي عندهم لازم تعرفونها باش مازا ألبسة شو جزر فقال اللباس المحل جميل جدا لباس المحل فلازم تصبح شو مازا داكي صحيح أصدقائي ما بو بكذا؟ اذا ستصبح اللباس الذي في المحل اللباس البساء الذي شوفوا الذي في دا المحل جميل جدا هكذا alt f koltukları değiştirmek istiyorum kal اريد ان أغير يعني yani الكنبايات التي في البيت فشو بتصير f'deki فقط f'deki Lokum mı da kulfi bitti, bu sır evimdeki keman. Yedi akşam dizi çok güzeldi, kanajmiyle cidden. Mısra selle, lüfi kana fil mesae, bu akşam. Taban hımmu kul akşam daki, mu kul akşam ki. Xaliye bi balkon. Sabah ki, akşam ki. Bu kadar. Sekiz öz İzmir evimi satıyorum. Abi yuğ İzmir, şu sa sa tusbepo. بيت الذي في إزمير ما هيك إزمير دكي شوفوا فصل هون لأنه إزمير اسم أمر دون إيفيني يابمدا أمر دون إدفيني يابمدا إدفيني عمر ما قام يعني بوظيفته ما صنع أي ما سوى وظيفته في الأمس أمر دونك دونك قلنا قبل قليل ما فينا نحط دونكي كما قال هنا إذا البوجنكو والدونكو يعني اللي كان مبارح الذي كان في الغد في الأمس في الأمس يعني أمر دونك إدفين يبمضي يعني عمر ما سوى وظيفته اللي كانت مبارح أون öğretmen صنف gürültüye çok كزيور öğretmen صنف gürültüye يعني يغضب من الضجيج الضجة التي تصب, التي في الصف الأستاذ فلازم نحط التي شوفوا التي صنف إذا على أنه في فستكتشة هاب هون. أركضشلار. صارت صنفتكي، ما في مكتوب صنفتكي. اي بردة بوردا هنا بوردا، اشادكي الطابلو، الطابلو هاي، بكب، قال انظروا، داندها، وان، كنا نراك، جاوب لينم، يعني. قال لنجيبو، لنجيبو، لننظر إلى الطابلو هاي قال انظروا داندها وان كنا نراك جاوب لينم قال لنجيبو لنجيبو لننظر الي الطابلو هنا ولنجيبو بصيغة الداندها والان. يعني الداندها كانت للمقارنة، والان، للتفضيل، أو أكثر، سنرى الآن. Yücet enduna kerim huna. Kerim gözde isim bint u kerim isim şab. Bu irem isim bint u ferdi isim şab. İza kal yaşı al a'mar. Şu amro yaşı. Boyu tul kilosu el vazen. Evet a'mar yaş kerim 25 yaşında. 25 Gözde 19 yaşında. İrem 20 yaşında, ferdi 23 yaşında. Boy, etul. Kerim 1.70 nakul, yani 1 metr, metre 70 santim. Gözde 1.75. İrem 1.62, ferdi 1.80. Kilosu, elvazın. Kerim 70, gözde 60. İrem 52, ferdi 80. Evet arkadaşlar. En uzun boylu kimse alahuna men atval şahs. يجب أن ننظر إلى البوي هون بويلو أزوم بويلو ذو الط... يعني طويلة القامة بتصير ولكن إذا سألتم من أكثر طولا هنا من أركضش لار طبي بوردا وار يجب أن نكتب أن أزوم بويلو يعني منشيل هون أن أزوم بويلو هيك من هون لهون ونضيف شو الاسم ايه لار عشان يكون الجواب سهل نسخت أنا الآن والاذن والبويلو Şüphede hiç hatta ete En uzun boylu, nakul Kerim, basım nötküb Kerim. Nokta, zaten nokta var burada. En uzun boylu Kerim. Dayıp. Soru, tane. ikinci soru. Gözde Kerimden daha mı şişman? Gözde, taban lazımın talle al kilo Gözde kal. كريم دان داهم شيشمان هل جوزدا هل جزده أثمن يعني وزنها أكثر من كريم جوزدا كريم دان داهم شيشمان إيشو الجواب لازم تكون طبعا لا نقول هاير يعني لا لأنه كريم شوفوا كيلوس وزنه سبعين جوزدة وزنها ستون فنقول هاير لا Kerim gözde haddan daha şu kanda mı hadd daha şişman yani la kerim asman asman min gözde bil Esmen asman yani akser sunnatan ay ak, vaznu kal yani 3 3 arkadaşlar kimler iremden daha uzun men أطول من إيرام إذا يجب أن ننظر للبوي البوي هو الطول يجب أن نقول كريم لأنه سبعين باردون أه, بير مش يعني كريم أيضا طبعا هو بيسأل من الذي قلنا أطول من إيرام كريم كريم جزد وفردي شوفوا كريم بير مش جزد بير مش باش فردي بير سكسن أما إيرام ama İrem 1.62. Fenekul Kerim gözde ve ferdi İrem'den daha uzun. Hey daha uzun. Den daha uzun. Atval min İrem. Bu şekilde arkadaşlar. En zayıf kim? En zayıf kim? Az zayıf. Tamam lazım. Şu fil kilo. Men en haf. Beynehuma. O beynahom. Dört. En zayıf kim? Kuluna en zayıf İrem. Niye? Çünkü İrem 52 kilo. 52 كيلو وزنها شرده. فردي ميدهاياش لي إيرمي. فردي ميدهاياش لي إيرمي. هل فردي أكثر سناً؟ يعني باللي سأل أم إيرم؟ لنرى. إيه تارك الأشلر جاوبت لكم بشكلين بصير. إذا قلت قال فردي ميدهاياش لي إيرمي. من أكثر سناً؟ فردي أم إيرم؟ فردي 23 سنة. إرام عشرون سنة نقول فردي إرم دان ده يعني فردي أكثر سنا من إرام وأيضا وأستطيع أن أقول بأن إرام هي شابة أكثر من فردي فعكس الياشل جانج يعني إذا كان فردي أكثر سنا فهي أصبا فبتصير هي أيضا كمان إرام أصبا يعني أقل شبابا من آه يعني أقل عمرا شابة أكثر يعني من إيت فردي يا أركاداشلار بهذا الشكل خلصنا إن لار أرندك سيجيلي أركاداشلار وبرادا كلمة لست السوار يوجد كلمات هنا يعني مترجمة فأنتوا اكتبوهم وقروهم بصوت عالي هيك توقفوا الفيديو واكتبوهم شوفوا لما قال اسم لار هنا يوجد قائمة الأسماء عندما قال فيلر يوجد قائمة الأفعال هنا. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Gelecek ders A2'de görüşürüz. Lütfen. بعد ما بتخلصوا هذا المستوى ادخلوا للآ2 موجود بقائمة التشغيل بالفيديوهات. Allah'a emanet olun.